إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. شالوم شالوم يا شعبنا المفلس الحزين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مرخانيات. وللتذكير ترى مرخان هو جد آل سعود، جاء من تركيا ومن بعدها إلى العراق وبعدها لفى على قبيلة عنزة فرع المصاليخ، وإلى ذا الحين أو إلى هذا اليوم وآل سعود ما يبون يقولون نسبهم الحقيقي. في قصة عن المرخاني الأكبر الموسوس بن سعود دورتها إلين حصلتها، وهي تفيد في شرح الوضع اليوم. تدرون إن كثير منكم يا مسعودين يقولون إن المشكلة مو في الأمراء حاشاهم، ولكن في اللي يوظفونهم الأمراء، يعني في الوزراء والمسؤولين. هذول المسؤولين هم اللي يغلطون ويلعنون أبو خير الشعب، أما آل سعود في حاشاهم. وجونا مشايخة بن سعود وأكدوا للشعب المسعود العظيم إن المشكلة ما هي في آل سعود حاشاهم، المشكلة في البطانة. وعشان كذا دائما تسمعون الدعاء يرتفع، اللهم ارزق ولي الأمر البطانة الصالحة. يا جماعة الخير، آل سعود ما يبون بطانة صالحة، آل سعود يبون بطانة زي وجيههم، يطبلون لهم ويسكتون عن جورهم وظلمهم ويكونون حذاء لهم وعصا يبطشون بها الشعب. لو تدعون من ذا الحين إلى يوم القيامة ما راح تشوفون بطانة آل سعود صالحة، لأن آل سعود ما هم صالحين، والصالح ما يبون آل سعود ولا هو حتى يبيهم، ويستحيل انه يقبل انه يكون يشتغل عندهم وينصحهم، لانهم ما يحبون الناصحين. عشان كذا خلونا من حكاية البطانة الصالحة، لان ما في بطانة صالحة، وحكم آل سعود فاسد فاسد. راح اضرب لكم امثال واضحة تعرفونها. اللي ما عنده وظيفة، واللي بعلاج، واللي يبي تعليم أو بعثة، واللي يبي شرها، واللي يبي أي شيء، يناشد الملك وولي عهده كأن البلد ما فيها مؤسسات ولا وزارات تخدم المواطن. ولو أن المواطن يحصل على حقه عبر الطرق الصحيحة ما راح ذل نفسه وناشد مراخين الوالدين، صح ولا لا؟ صحيح. لكن آل سعود يعجبهم ويتمنون يشوفون الناس وهم يندلون عند أقدامهم، ويكتبون لهم معاريض وينبطحون عشان يحصلون أدنى حقوقهم من تعليم ووظيفة وعلاج إلى آخره. وفي السابق كان أكثر اللي يطلبون يحصلون اللي يبونه، مع أن أكثرية المواطنين ما يقبلون يذلون أنفسهم ولا يكلفون أنفسهم يروحون يترجون هذا الأمير أو ذاك. لكن ذا الحين يوم أفلست الدولة على يد مراخين ملايين الوالدين، ما عادت تفيد المعاريض ولا المناشدات. وإذا واحد ناشدهم فيديو أو خطاب أو عبر واسطة، اكتبوا له ورقة أنه يراجع الجهة المعينة ويحلون مشكلته. ويظن المواطن المسكين انه ما دام حصل امر من الدب الداشر او من الملك سلمانكو ان مشكلته انحلت. ولما يراجع المواطن الجهة المعنية يشوفهم ما ينفذون اوامر الامراء، في ظن ان الامراء ابرياء وان المشكلة في موظفيهم. مثل واحد ترجى آل سعود يبي علاج، وبعدين مدير مستشفى التخصصي رفض يعالج ولده وراح يسب المدير، وما تصور ان المدير هذا ما يقدر يخالف اوامر الدب الداشر، وان بينهم اتفاق يقول حنا نوافق وانت ارفض، حنا نقول للمواطن نعم وانت تقول له لا، حتى ما يزعلون الناس علينا، خليهم يسبونكم انتوا يا البطانة ونطرح حنا المراخين سالمين منها. ترى هذا هو اللي قاعد يصير.
أي مرة تشوفون أمر من كبار آل سعود ما ينفذ على طول تأكدوا أن فيه اتفاق بين الأمير يرفع والثاني اللي هو الوزير المسؤول وذا يكبس. وهذه السياسة تعلموها المراخين الصغار من جدهم المرخاني الأكبر ابن سعود، اللي كان يستخدم هالسياسة مو بس مع المواطنين حتى مع عياله. إذا ما كان عنده فلوس يكتب اصرفوا لهم كذا وكذا، وبعدين تروح زوجة المرخاني إلى وزير المالية عبد الله السليمان وقتها أو نائبه وهو أخوه حمد السليمان، وهذول حسب الاتفاق مع المرخاني ما ينفذون الأمر. على فكرة ترى هذا عبد الله السليمان قد سويت عنه حلقة مرخانية من قبل بعنوان وزير كل شيء، يعني مثل حمودي man of everything. أحيانا كان يكتب الأمر بالحبر الأحمر وفي أحيان ثانية بالأسود، وهو يفهم القضية وعنده اتفاق مسبق على اللي يسويه. ومع هذا كان الملك يشتم ابن سليمان وهينه قدام عياله وزوجاته ويقول له ليه ما تنفذ أوامري يا الكلب يا الخبيث، والوزير يبلع الإهانة مع أن الملك اللي قال له لا تعطيهم شيء. ومستشاره حمد المانع في كتابه توحيد المملكة العربية السعودية صفحة 262 أن فيصل اللي صار ملك بعدين كان وقت اللي هو أمير على الحجاز يكتب لوزير المالية بن سليمان أن يعطي رؤساء القبائل أوامر على المالية لتصرف لهم نقود أو مواد غذائية، وكان ابن سليمان غالبا ما يعطيهم أقل من المكتوب، وفي بعض الأحيان يرفض وما يعطيهم شيء. وفي صفحة 263 بقرأ عليكم اللي كتبه، بقرأ عليكم الكتاب نفسه. لكن المشكلة أكثر صعوبة كانت تواجه ابن سليمان حينما يأتي إليه الأمراء من الأسرة الحاكمة ليصرف لهم نقودا، فرغم أن هؤلاء يحملون أوامر من الملك على المالية فإن الوزير أحيانا لا يدفع المبالغ لهم إذا كانت الأموال قليلة في الخزينة. ومع أن الملك لم يكن يتغاضى علنا عن تصرف ابن سليمان في هذا المجال، فإني واثق بأنه كان على اتفاق معه سرا، وكان أحيانا يتعرض للتهديد بالعنف الجسدي إذا لم يدفع ما أمر به. لكني واثق بأن الملك كان مسرورا بعناد ابن سليمان الصامد في مثل هذه الأمور. وعلى أي حال فإن هذا التشدد الاقتصادي قد يتجاوز حدوده، ففي أحد الأيام رفض أخو الوزير ومساعده حمد بن سليمان أن يدفع مبلغا من المال إلى إحدى زوجات الملك رغم أمر جلالته بذلك، فغضب الملك وأرسل اثنين من خدامه بسيارة وأمرهم أن يأخذوا حمد إلى تل بعيد عن المدينة ويتركوه هناك بدون ماء أو غذاء، وظل هناك يومين قبل أن يستطيع أخوه الحصول على إذن من الملك بإعادته. شفت يا شعبنا المسعود الحزين المفلس أن المشكلة ما هي في البطانة وإنما في آل سعود أنفسهم اللي يبون بطانة فاسدة زيهم وزي وجيههم وتتحمل عنهم الأذى. باقي أقول لكم قصة حقت واحد من البطانة مع السلطان بن عبد العزيز ولي العهد السابق واللي كان وزير دفاع وطيران ومفتش عام وحرامي كبير. هذا يوم كان رايح مطار جدة يستقبل شخصية أجنبية وجاء قبل الوقت، فقال لمدير المطار أبي غرفة أسوي كم اتصال، وفعلا دخلوه في واحد من المكاتب الفخمة وعنده تليفون، ومن النافذة شاف السليطين عيال أخوه فيصل خالد وسعود وبعض عيالهم. فسأل السلطان مدير المطار عن سبب وجود عيال فيصل، قال له المدير هذول جايين يستقبلون أخوهم الكبير عبد الله الفيصل الشاعر الحرامي
وأول وزير داخلية وأول وزير صحة في مملكة المراخيل. ومعروف أن السليطين ما يطيق عبد الله الفيصل. فقعد لين جاءت طائرته وطلع السليطين تميلح وسلم على عيال فيصل وفي مقدمتهم عبد الله الفيصل وضحك في وجهه وصافحه بحماس وحب شديد. والتفت سليطين لمدير المطار وقال له: يا كلب، ليه ما قلت لي ان عبد الله الفيصل جاي حتى اطلع استقبله؟ وكررها عليه: ليه يا كلب، ليه يا كلب. مدير المطار يدري ان سليطين كذاب، وعيال فيصل يدرون ان عمهم كذاب، وعبد الله الفيصل يدري ان عمه ما يطيقه وانه كذاب، والغريب ان سليطين يدري انهم يدرون انه كذاب. اجل ليه تهين مدير المطار وتشتمه بلا سبب وبلا جرم؟ بس لانه من العامه، من المواطنين المسعودين. المهم ان سليطين الوهاب النهاب ارسل لمدير المطار 3 سيارات مرسيدس اخر الدوام مقابل الشتيمه. بس مو كل واحد من بطانة المراخيل تكون نهايته شتيمة وسيارات مرسيدس، يمكن تكون طرد من المنصب أو تربيط بشجرة مثل ما صار لابن سليمان. وننهي حلقتنا أيها المشاهدون الكرام، وإلى مرخانية أخرى من مرخانيات المراخين، الله يمرخهم مراخين الوالدين. أليس كذلك يا شعبنا الممرخن الحزين الحزين؟ إذا عجبكم المقطع اضغطوا لايك وسبسكرايب وشير وانشروه مع أصحابكم. ما تشوفونا للسعود لابوهم لابو من جابهم.